ناس كتير سألتني ان انا اعلق على اللي حصل بين سيرينا ويليامز وحكم الكرسي كارلوس راموس في نهائي بطولة امريكا المفتوحة ضد نايومي اوساكا السبت اللي فات. النهاردة يوم الخميس، فات كذا يوم، بس انا ما كنتش عايزة اعلق على طول لكذا سبب. اني مبدئيا كنت عايزة افكر في الموضوع واشوف كل الجوانب بتاعة القصة دي، عشان سهل قوي ان الواحد يعلق بسرعة ويقول رأيه بسرعة، بس برضو الفاكتس مهمة ولازم الواحد يعرف ايه اللي صح وايه اللي مش صح، والقوانين بالظبط عاملة ازاي، والهيستوري بتاع سيرينا مع الحكام، والهيستوري بتاع الحكم ده مع اللعيبة التانية. وبصراحة انا شايفة ان اوحش حاجة ان ناس كتيرة قوي عمالة تعلق وهي مش فاهمة، وانا برضو اكيد لازم اسأل قبل ما اتكلم. انا مش حكمة كرسي، فعلى قد ما انا عارفة شوية من القوانين كان لازم افتح الرول بوك وابص فيه. فبعد ما فات كذا يوم، دلوقتي عندي فكرة احسن عن اللي حصل. مبدئيا هديكم ملخص للي ما شافش الماتش او اللي ما يعرفش بالظبط ايه اللي حصل او اللي ما فهمش قوي ايه اللي حصل، لان الموضوع كان معقد شويه. هعمل سامري للي حصل. ده الملخص. في النهائي اللي بين سيرينا ويليامز ونايومي اوساكا، نايومي اوساكا خدت المجموعه الاولى 6-2، لعبت لعب خيالي. انا هعمل فيديو لوحده خالص عن نايومي لان هي تستحق ده، بس هتكلم بالذات عن سيرينا في الكبسوله دي. في المجموعه الثانيه، سيرينا ويليامز في النقطه الخامسه من المجموعه الثانيه حسب عليها حكم الكرسي البرتغالي كارلوس راموس كوتشنج كود فايليشن واداها وارنينج. مبدئيا الكوتشنج كود فايليشن ده بيبقى ليه؟ هو كارلوس راموس شاف مدرب سيرينا ويليامز باتريك موراتوجلو بيعمل لها كده. العلامة دي يعني يونيفرسيتي معروفة، ان لما المدرب بيبقى عايز اللعيبة بتاعته تطلع الشبكة اكتر بيقول لها بوش فورورد، اتحركي قدام. سيرينا كانت الناحية التانية من الملعب وما شافتش قوي باتريك عمل ايه، بس مش مهم خالص سيرينا شافت ولا ما شافتش. لو المدرب بتاعها حاول يبعت لها سيجنالز، ده ممنوع في الجراند سلامز وممنوع في التنس كله عامه، يعني حتى ال WTA اللي فيها اون كورت كوتشنج ما ينفعش المدرب يبقى قاعد في الستاندز وبيدي سيجنالز. لازم بس ينزل وقت معين في التشينج اوفر لما يطلب اون كورت كوتشنج فيزيت ينزل ويتكلم. ففي كل الاحوال ما فيش حاجه اسمها ان المدرب قاعد في الستاندز بيكلم في التنس بالذات. طبعا كل الرياضات اللي في الدنيا وظيفه المدرب ان هو يكوتش، انما التنس بالذات ما فيهوش. فكارلوس راموس حسب على سيرينا ويليامز كوتشنج كود فايليشن، عشان اللي بيحصل في كيس زي دي لو المدرب بتاع لعيبه او لاعب عمل كوتشنج في وسط الماتش، الكود فايليشن بتحسب ضد اللاعبه نفسها، هي اللي بتبقى ريسبونسبل عن الاكشنز بتاعه المدرب بتاعها ديورينج الماتش. سيرينا غالبا مش عارفه ليه، غالبا الضغط اللي هي كانت فيه وخسرانه ست ومتضايقه، خدت الموضوع على محمل شخصي وراحت ايميديتلي قالت لكارلوس راموس في وسط الجيم على فكرة أنا مش غشاشة، على فكرة أنا I'd rather إن أنا أخسر عن إني أغش، أنا أفضل إن أنا أخسر المباراة عن إني أغش. وكملت الجيم وقعدت، جات عند التشينج أوفر عملت conversation طويل مع كارلوس راموس تاني بتقول له أنا مش غشاشة، أنا I wasn't coached، أنا أصلا ما شفتش باتريك قال لي إيه، أنا يدوبك شفت thumbs up. هي واضح إن هي شافت إيدي بتتحرك لأنه هو بيعمل كده it looks like a thumbs up، بس هي مش فارق معايا أصلا. In fact هو باتريك ليه بي try to coach her وهي أصلا فعلا ما بتحبش الـ on-court coaching. المهم قعدت تتكلم مع كارلوس راموس حكم الكرسي وتحكي له إن هي أهم حاجة في حياتها الانتجريتي وإن هي ما تغشش وإنه مش عارف، وهو قعد يقول لها أنا فاهم أنا فاهم، قعد يقول لها I understand وخلاص. اللي حصل ان غالبا اللي سيرينا طلعت منه بالكونفرسيشن ده ان كارلوس راموس موافق ان هي ما غشتش، فبالتالي اكنه سحب الكود فايليشن اللي اداهولها قبل كده، وتش اصلا ما فيش حاجه كده في التنس، هو بدل ما اداها كود فايليشن مش هياخده تاني. فكملت، جت بعد كده سيرينا كسرت ارسال نايومي اوساكا وبقى 3-1 في المجموعه الثانيه. راحت نايومي اوساكا immediately she broke back وعملتها 3-2. سيرينا من العصبية كسرت المضرب بتاعها، طبعا معروف اللي بيكسر المضرب بياخد كود فايليشن، ده الموضوع ده ما فيهوش نقاش، بس عشان دي كانت تاني كود فايليشن لسيرينا بقت تتحسب كود بنالتي. في مجموعة أخطاء كده اللعيبة لو عملتها بتفولو نظام معين بتاع البوينت بنالتي سيستم. البوينت بنالتي سيستم ده كالآتي: أول كود فايليشن بيبقى وارنينج، تاني كود فايليشن بيبقى بوينت بنالتي، تالت كود فايليشن بيبقى جيم بنالتي. بوينت بنالتي يعني ايه؟ يعني نايومي اوساكا تاخد نقطه. فهي سيرينا خدت الكود بعد ما كسرت المضرب وراحت قعدت في تشينج اوفر، جت بعد كده نايومي اوساكا السيرفنج ات 2-3 في السكند سيت، راح
سيرينا واقفه في مكانها عادي، راح الحكم قالها انت بتعملي ايه؟ انت خسرتي نقطه، نايومي اوساكا اوريدي 15 لاف بسبب ان انت كسرتي المضرب، لازم تروحي الديو سايد. طبعا هي اتجننت، كانت فاكره ان الكود الاولاني ما حصلش ورجعت تاني تتخانق على الكود الاولاني. نايومي اوساكا فازت بالارسال بتاعها بقى 3-3، وكسرت الارسال تاني بتاع سيرينا وبقى 4-3. جت في التشينج اوفر بقى بتاع 4-3 ده، راحت سيرينا ابتدت تتخانق مع الحكم اكتر، وابتدت يعني زي القطر ورا بعض ورا بعض، مش من زي ارسن فرصه يتكلم، انت كذاب وانت حرامي، انت يور ثيف، انت اخدت مني نقطه، انا عندي بنت، انا مستحيل اغش، انا مش دي المسج اللي عايزه اوصلها. وقعدت تتخانق معاه وقعدت تقول له، اخر حاجه خلصت الكونفرسيشن بيها ان هي قالت له يور ا ثيف، انت حرامي خدت مني نقطه. بس هي خلصت الكلام من هنا وخلص التشينج اوفر، راح كارلوس راموس حسب ضد سيرينا ويليامز كود فايليشن تالت، المره دي حاجه اسمها فيربال ابيوس. الفيربال ابيوس ده بما انه تالت كود فايليشن اتحسب جيم بنالتي ضد سيرينا، معناها ان نايومي اوساكا بدل ما هي 4-3 بقت 5-3، وسيرينا دلوقتي هتسيرف تو ستي ان ذا ماتش. طب الفيربال ابيوس ده عباره عن ايه؟ ده مش زي الاودبل اوبسانيتي. الاودبل اوبسانيتي ده لما لعيب بيشتم، وذر شتم حد او شتم في الهواء او شتم اللعيب لما بيشتم، طبعا ده بيبقى اودبل اوبسانيتي، بيتحسب كتير جدا على لعيبه كتير. فيربال ابيوس ده مختلف، لما تيجي تبص في الرول بوك هتلاقي ان حته من الرول ده بتقول ان لو اللعيب قال حاجه بتشكك في الانتجريتي بتاعه الحكم معناها ان ده فيربال ابيوس، وده بالظبط اللي سيرينا عملته فعلا. هي قالت له انت غشاش وكذاب، فهو ماشي زي ما الكتاب بيقول بالظبط وقرر يحسب عليها الكود الثالث ده. بس القيامه قامت، سيرينا ويليامز طلبت الريفري، طلع براين ايرلي اللي هو يا حرام دي اخر جراند سلام في تاريخه بعد سنين وسنين وسنين من الشغل ده، يعني افتكر ودعوه يعني باكتر طريقه متعبه، اكيد دي كانت من اكتر البطولات المتعبه اللي في حياه براين ايرلي. المهم الريفري طلع، ودانا كالسو اللي هي دبليو تي اي سوبرفايزر برده طلعت، وابتدت سيرينا تشتكي لهم وتعيط، وهي بتشتكي لهم وبتعيط عماله تقول لهم انا كل مره بيحصل كده، ذس از نوت فير، انا البطوله دي دايما بيحصل لي فيها مشاكل، وهحكي لكم بعدين عن الهيستوري بتاع سيرينا في البطوله دي مع الحكام. قعدت تقول لهم انا لو كنت راجل انا ما كانش هيتحسب عليا الفيربال ابيوز ده، ومسكت بقى في الحتة دي وكانت حاسة يعني هي مظلومة. وانا مصدقة ان في قلب الحدث كده سيرينا كانت فعلا مصدقة اللي هي بتقوله، وفعلا شايفة ان لو هي كانت راجل ما كانش هيتحسب ده ضدها. بس في الهيت اوف ذا مومنت بقى كانت عماله تعيط ومكمله. طبعا براين ايرلي اتكلم بسرعه مع كارلوس راموس، عرف منه ايه اللي حصل، ما عملش حاجه، نادرا لما السوبرفايزر بيغير اي حاجه من الحكم بيعملها، وخلاص بعدها على طول الماتش خلص. نايومي اوساكا سيرفد اوت ذا ماتش، وبقت اول يابانيه في تاريخ التنس الياباني تكسب جراند سلام وعملت هيستوري وكل ده. طبعا الماتش لما خلص نايومي ابتدت تعيط على طول، بس ما كانش شكلها دموع فرحة، كانت شكلها حزين جدا جدا. هي اصلا بتلعب الايدل بتاعتها ومش فاهمة ايه اللي بيحصل، وبعدين لما جوم دي انانس ان هي بقى اليو اس اوبن شامبيون وبيدوها الكاس، ابتدى الجمهور كله اللي هو اصلا استاد ارثر اش ده كبير جدا جدا جدا، والناس كلها قاعدة دير بوينج وبيزعقوا ومتضايقين، فابتدت تعيط اكتر. راحت سيرينا حضنتها وابتدت تقول للكراود يا ريت تبطلوا. طبعا هي اللي خلقت الموقف ده كله تو بيجن وذ، بس عرفت ان هي تسيطر شوية على الكراود، وكان بصراحة very awkward moment.